أنا مش بلساني برنم لك متاخد بالألحان، ولما بصرح لك وبقول لك وحدك إلك السلطان. أنا بعني كلامي من قلبي وبعلن إنك سيدي وربي، بلساني وقلبي وبكياني بحبك وبعقلي كمان. إيماني مش بس مشاعر محكومي بالظروف، ولا حاطط ثقتي وضماني بمصدر مش معروف. إيماني ثابت عكلامك، مستقبل عمري قدامك، بلساني وقلبي وبكياني مصدق وبعقلي كمان. بلساني وقلبي وبكياني مصدق وبعقلي كمان. بقربك يا حبيبي يسوع قلبي اشتهى يبقى طول الحياة، إذ في حماك حياتي تطيب، يا من بموتك فوق الصليب نلت خلاصا وعمرا جديد، نلت سلاما مقاما مجيد في السماء في دار النعيم. فهي امتداد حياتي هنا، فهي امتداد حياتي هنا. برأيك أهتدي في الطريق، ويدك في يدي كالصديق، ثم إلى مجد دار علا يسوع. أحلى مكان في تلك الربوع، في السماء في دار النعيم. فأبقى قربك طول الحياة، وأبقى قربك بعد الحياة. وجودي قربك فضل عظيم، وهو امتياز لجان أثيم. تحية سلام ونعمة بوجهها لألكم أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج وبعقلي كمان. بتمنى تستمتعوا وتستفيدوا من هالنص ساعة اللي رح تمضوها برفقتنا. الموت، ما أصعب هالكلمة، كلمة مجرد نذكرها بتجيب معها كتير من المشاعر اللي منكرها. ما في حدا منا ومن لسع من عقصة الموت بحياته. كل ما ينذكر الموت بتحس انه الخوف خياله، دايما بينذكر الخوف مع الموت حتى ولو بطريقة غير ظاهرة. بالواقع مش الموت بحد ذاته هو اللي الناس بيخافوا منه، الخوف هو من المصير المجهول اللي بانتظار الإنسان بعد الموت. لو الإنسان بيعرف شو رح يصير فيه بعد الموت كان على قليل بيتحضر لإله، مثل على قليل ما بيتحضر لأي سفرة بيروحها. بس القول السائد عند كل الناس، ما حدا غير الله بيعرف شو فيه بعد الموت. ما حدا راح ورجع وخبر على الأكيد شو رح يصير بعد الموت. بس الملفت للنظر إنه في ناس بتشوفهم لما بيقربوا من الموت بيكون عندهم سلام فظيع، مش عدم خوف من الموت إنما سلام. ممكن يكونوا خايفين وما بدهم يموتوا، بس خوفهم مش من شو رح يصير معهم بعد الموت، ولكن الخوف على اللي رح يبقوا عايشين من بعدهم. وهذا الخوف طبيعي، لأنه اللي بيعرف أنه في حدا بحياته بحاجة إله، يعني إذا في أشخاص من بعده هني محتاجين إله رح يكون قلقان عليهم.
رح يكون خايف إنه مين رح يكمل يهتم فيهم من بعده. الأب بخاف على مصير ابنه، والزوج بخاف على مصير زوجته، والزوجة بتخاف على شو رح يصير بزوجها من بعد ما تموت وإلى آخره. ولكن إنك تشوف ناس عم يموتوا وهن مش خايفين شو رح يصير معهم بعد الموت، لبل واثقين تماماً شو اللي منتظرهم، هيدا أمر ملفت وبيستحق أكيد إنه نوقف قدامه ونشوف شو اللي بيميز هالأشخاص عن غيرهم. مثلاً نقرأ بسفر أعمال الرسل آخر الأصحاح السادس عن استيفانوس. استيفانوس اللي هو أول شهيد بالمسيحية قبل ما يرجموه حتى الموت، بنقرأ هالكلمات بيقول: فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. يعني سلام عجيب، مش خايف، هو عارف أنه رح يموت. شو السبب؟ شوفوا شو بيقول الكتاب بآخر الأصحاح السابع مباشرة قبل ما يرجموه، مباشرة قبل ما يموت، بيقول الكتاب: وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. السبب بكل بساطة أنه استيفانوس كان عارف أنه يسوع منتظره بعد الموت. يسوع اللي مات وقام وصعد للسماء كان منتظره، منتظر أنه أول ما يعبر من هيدا العالم ويحط إجره بالأبدية، في شخص بيوثق فيه وبيحبه بانتظاره هنيك حتى يمسك بإيده ويقوده بالحياة اللي بعدها مجهولة بالنسبة له. بذكر لما كان ابني صغير وبعده ما بيعرف يسبح، أول مرة نزلته على المي كنت حامله، كان خايف من برودة المي ولكنه كان مطمن. ليه؟ لأني حامله بإيدي، أنا معه. كيف بتتصوروا رح يكون شعوره لو قلت له ينزل على المي أول مرة لوحده؟ رح يكون أكيد خايف ومرعوب ومستحيل يقبل ينزل. بنشوف الرسول بولس برسالته لأهل فيليبي عم بيقول هالكلمات، بيقول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. شو اللي مخلى بولس يكون خايف من الموت؟ أنه يموت مين بده يدرك بعده؟ كان عارف أنه باللحظة اللي رح يموت فيها جسده رح يتقابل مع حبيبه، بس كان عنده نوع من القلق، لأنه شو بيكمل وبيقول؟ بيقول: ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. مش خوف من الموت، نو no. كان عارف أنه هني بحاجة لإله، كان عم بيقول: أنا لي اشتهاء أن أنطلق، مش خايف من الموت، بس عنده شوية قلق على اللي بعده. رح قال لهم: ولكن أن أبقى في الجسد هو ألزم من أجلكم. ليك مثلا لما هيرودس ألقى القبض على بطرس وحطه بالسجن، كان بطرس عارف أنه هيرودس ناوي يقتله. بنقرأ بسفر أعمال الرسل بيقول: وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يده ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف، قتله. بيقول لك: وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام الفطير، ولما أمسكه وضعه في السجن مسلما إياه إلى أربعة أرابع من العسكر ليحرسوه، ناويا أن يقدمه بعد الفصح للشعب. عارف بطرس أنه رح ينقتل. بيكمل الكتاب بيقول: فكان بطرس محروسا في السجن. بس اسمع معي الآية اللي جاية، بيقول: ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه، أي لبطرس، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. شايفين السلام بمواجهة الموت؟ هيدا السلام مش بسبب عدم الاكتراث، يعني ما بنقول انه بطرس مش فارقة معه، ولكن بسبب الإيمان والثقة بأنه هيرودس يمكن يكون عنده سلطان إذا الرب سمح له. هيرودس يمكن عنده سلطان يقتله، بس إذا الرب سمح له، إذا الرب سمح أنه هيرودس ينهي حياة بطرس على هالأرض، ساعتها هيرودس بيكون عنده سلطان. ولكن القصة ما بتخلص هناك،
ما في حدا عنده سلطان على الإطلاق أنه ياخد حياة بطرس من إيدين اللي منتظره بالسماء. قبل ما يخلص وقت بطرس هون قال الرب يسوع بالإصحاح العاشر من إنجيل يوحنا، اسمع هالكلام اللي بيطمن. الرب يسوع عم يحكي من فمه المباشر، قال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. ما في نبي ولا معلم ولا مؤسس ديانة وطأت قدمه على هالأرض قدر يعطي جواب واضح على هالسؤال، وين ممكن الإنسان يروح بعد الموت إلا الرب يسوع المسيح. منشان هيك الأشخاص اللي وضعوا ثقتهم فيه حتى يخلصهم من الدينونة ويعطيهم حياة أبدية بالسماء من بعد ما يموتوا، لما بيوقفوا بمواجهة الموت بيوقفوا بثقة، ما بيكونوا خايفين. طيب الذكر الأسيس يوسف قسطة كتب ترنيمة رائعة جدا، القرار تبعها بيقول، خليني أقول قرار أنا وياكم، نقول على بي فلات ميجر. لست أدري ما يكون من حياتي في الغد، أعلم شيئا يقينا، ربي ممسك يدي. شايفين السلام؟ مش عارف شو رح يصير، بس أنا بعرف أنه ربي ممسك يدي. لأنه الأسيس يوسف قسطة سبقنا على السما، حبيت استضيف بهالحلقة أسيس غالي جدا على قلبي، الأسيس سليمان عوادي. أسيس سليمان صار عمره 90 سنة والرب يزيد بعمره كمان وكمان. خلونا نسمع من هالرجل المبارك شو بيحكي لنا عن موضوع الموت وكيف بينظر لإله من بعد سنين طويلة صرفها بخدمة حبيبه الرب يسوع المسيح. منشوف لقائنا مع الأسيس سليمان عوابدي ومنرجع منكمل حلقتنا. أسيس سليمان عوابدي، أهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز علينا بحلقة جديدة من برنامج وبعقلي كمان. شكرا لك على وقتك وعلى وجودك معنا. أسيس سليمان، يعني مين ما كان بيعرفني وبيعرف لما بجيب سيرتك بعتبرك مثل والدي، وهالقد أنت غالي علي أنت والأخت إنعام والعيلة كلها. أنت ضيف معنا اليوم لحتى نحكي عن ترنيمة كتبها طيب الذكر الأسيس يوسف قسطة، ترنيمة أجهله ما سوف يأتي. وكنت عم بحكي بسياق الحلقة عن الموت وكيف الناس بتخاف من الموت. بدي أسألك سؤال شخصي لحضرتك، شو شعورك لما بتنجاب سيرة الموت قدامك؟ الحقيقة بالنسبة لشعوري الخاص، بالنسبة للإيمان اللي رب وضعه في قلبي وإعلان الله الواضح لمصير الإنسان بعد الموت، لأنه نؤمن كل الإيمان بأنه كتابنا المقدس هو نور، مثل ما قال بولس لتيموثاوس عن الرب يسوع المسيح الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القسط والنعمة التي أعطيت لنا قبل الأزمن الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور ربنا يسوع الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود. ويدعونا من يتبعني ولا يمشي في الظلمة، أنا هو نور الحياة. فكل الأمور اللي مخيفة، صحيح الموت مخيف وعدو، لكن لما قدامنا نور المسيح وإعلان المسيح ونحن واثقين بكلمة الرب يسوع ما في خوف. يعني الله يطول بعمرك يا أسيس، أنا بعرف أنه صار عمرك 90 سنة، من فترة احتفلت بعمر 90 سنة، والرب يطول بعمرك ويعطيك صحة وتضل كنز وبركة بيناتنا. عم بسمع من كلامك أنه في سلام بقلبك لما تنجاب سيرة الموت بأي طريقة، عندك هذا السلام، شو لازم يعمل الإنسان؟ كيف ممكن الإنسان يوصل لهذا السلام بقلبه لما تنجاب سيرة الموت؟ لأنه الموت بخوف والعالم بتخاف تسمع سيرته، شو لازم يعمل الواحد؟ كيف بيقدر يحصل على السلام اللي حضرتك عندك إياه؟
ما في أسهل منه، لأن الرب يسوع اللي أنار الحياة والخلود وضح كيف ممكن الإنسان بيقدر يخلص من الخوف وبيخلص من المصير المجهول اللي العالم فعلا ما نحبا بالبقاء، ولكن بيخافوا من المجهول بعد الموت. فنحن نؤمن كل الإيمان أن الرب يسوع المسيح قال عن حاله أنا هو طريق والحق والحياة، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. فعندما الإنسان بيسمع كلمة الرب بيقبل المسيح شخصيا، ما بس خلاصه، بيقبل شخص المسيح يسكن في قلبه، يكون قائد لحياته، يكون هو الرجاء المبني عليه إيمانه، ما على أعمال ممكن الإنسان يعملها، لكن مبني على شخص الرب يسوع ووعده الصادق والأمين الذي يؤمن به له حياة أبدية. ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل اليوم بحياته من الموت إلى الحياة. فعندما الإنسان يثق بوعد الرب بيكون بسبب الموت بدون خوف. اللي بفهمه من كلامك أنه الرب يسوع المسيح على الصليب دفع ثمن خطايانا ودفع ثمن خطايا الإنسان. طيب يعني لما الرب يسوع دفع ثمن الخطايا على الصليب، هل هيدا بيعني أنه كل الناس رح تستفاد من موته وكل الناس رح تروح بعد الموت لعنده؟ أرجو باسم يسوع يكون واضح تماما أن الرب يسوع المسيح صنع خلاص كامل وبيدعو جميع الناس التفتوا إلي يا جميع الأمم، خلصوا خلاص على الصليب. كل واحد منا بتذكر آخر كلمة قال الرب يسوع، قد أكمل، قد تم، تمم خلاص كامل. وأعطانا مثل حلو، مثال اللص اللي انصلب مع الرب يسوع المسيح، وهذا ما كان صدفة إنه انصلب لصين، هذا كان متنبأ عنه قبل 500 سنة، أحصي بين أثم. فاللص اللي اعترف بخطاياه واعترف أن الرب يسوع المسيح هو رب وملك، وصرخ من قلبه اذكرني يا رب متى جئت ملكوتك، الجواب لكل الناس الحق أقول لكم اليوم تكون معي في الفردوس، اليوم بدون أي عمل، بالإيمان بعمل كامل عمله الرب على الصليب. وهذا كان أول واحد دخل الفردوس مع المسيح. يعني بكلام آخر، الله صنع في المسيح كل اللي لازم ينعمل من أجل الخلاص، بس المطلوب من الإنسان أنه يقبل هذا الخلاص. يعني إذا شخص ما طلب هذا الخلاص هل بيستفيد منه؟ يعني هل كل الناس تستفيد من عمل الرب يسوع المسيح حتى ولو ما طلبت هذا الخلاص، حتى ولو ما اجت بتوبة وطلبت هذا الخلاص بيستفيدوا من موت المسيح على مجرد انه المسيح دفع ثمن الخطيئة؟ يعني صارت كل الناس مستفيدة؟ لا يمكن احد يستفيد منه اذا ما قبله من كل القلب واعترف فيه انه هو انا خاطي، انا بستاهل الموت، لكن الرب يسوع المسيح اخذ مكاني، دفع عني قصاص خطاياي الكامل، ما خلى خطية، حمل في جسده خطيانا على الخشبة. فهلا دوري أنا أقبل. أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. ولما نكون أولاد الله بيقول صرنا ورثة، ورثة الله وارثون مع المسيح. فاللي بيورث ما عمل شيء حتى يورث، لكن اللي بيورث لأنه ابن، لأننا قبلنا ابن الله صرنا أولاد الله، ولذلك إلنا السماء اللي الرب يسوع المسيح حضرها لكل من يؤمن به. أسيس، في عبارة بنسمعها لما منروح لحتى نعزي بحدا
مات. والعبارة بنسمع كتير ناس عم بيقولوا الله يرحمه الله يرحمه، شو المقصود بهذه العبارة؟ أخي أرجو باسم يسوع الرب بينور عقول العالم أنه الرب يسوع المسيح عمل خلاص كامل، ولذلك عنا رجاء في شخص الرب وعود الرب يسوع. بأول بطرس بمبارك الله أبا ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. هذا الرجاء لما بيكون في عماق قلوبنا نؤمن كل الإيمان أنه نال الإنسان الرحمة مدام حي. بطرس بيقول أنتم الذين مرحومون من اليوم، الرحمة هي في المسيح. نعم. اللي بيقبل الرحمة اليوم له رحمة تامة غفران كامل. فهالرجاء هذا ثمين جدا. بولس بيقول إن كان لنا رجاء فقط في هذا العالم في المسيح، فقط في المسيح في العالم، نحن أشقى جميع الناس. ولكن الآن المسيح قد قام من الأموات وصار باكورة الراقدين. المسيح باكورة والذين نعم. المسيح في مجيئه. لذلك هي عادة بيقولوها العالم، لكن نعم. فعلا بعد الموت الدينونة. لو دعوا لو قالوا قد ما قال الإنسان انتهى. رب يسوع أعطانا أمثلة تذكره لعازر والغني. نعم. مات الغني دفن بتعيني بجهنم، لعازر حملة الملائكة للسماء. نعم. الكتابنا المقدس مشان هيك من نطلب من الناس يقروا كلمة الله. بقول شعبي هلك من عدم المعرفة. نعم. الرب يفتح عيون الناس ويجوع نوس عيون الناس قلوب الناس لكلمة الله حتى يعرفوا شو معنى الرحمة اللي باخدها فورا في المسيح تبقى معك إلى وصلك للسماء. نعم، يعني حضرتك عم تقول إنه اليوم باب الرحمة مفتوح لكل الناس للشخص ما دام هو حي. يعني شو بتقول لأي شخص اليوم عم يسمعنا وهو فعلا يجهل ما سوف يأتي، يعني مش عارف، بخاف كل ما يسمع كلمة الموت بخاف، عم تقول إنه اليوم في رحمة لأي شخص بيجي لعند الرب يسوع المسيح؟ طيب إذا شخص ما طلب هذه الرحمة هو وعايش، هل بيقدروا أحبائه من بعد ما هو يموت يصلوا له ويطلبوا الرحمة لإله وهو ما طلب الرحمة لنفسه قبل ما يموت؟ يعني بقي مصر إنه هو بده يروح ومطمم، أو عم بيقول لك أنا ما بدي أطلب، يعني أو بالأحرى خلي أنا عم بعمل أعمال منيحة وبالآخر الله رح يشوف أعمالي اللي أنا عم بعملها. هل بيقدر إنسان ما حصل على رحمة الله هو وعايش يقدروا أحبائه من بعد ما يموت يطلبوا له هذه الرحمة؟ أخي الحبيب، هاي العقيدة التعليم هذا كان قبل مجيء المسيح 300 سنة، لما يهوذا المكابي حارب الأعداء ورجع وخسران كل الجيش حتى يعزيهم قالهم اطلبوا لهم الرحمة صلوا. لكن نحن في العهد الجديد في المسيح يسوع الرحمة تعطى اليوم مجانيا. لو كان مكلفة، لو كان تدفع شيء، لو كان تعمل شيء كان ممكن يساعدك غيرك، لكن الرحمة مجاني والخلاص مجاني. بولس بقول الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، الكلمة التي نكرز بها إن آمنت بقلبك بالرب يسوع المسيح واعترفت بفمك أن الله أقام من الأموات خلصت. كلمة خلصت نهائي. المرأة الزانية لما دخلت بيت العشار بيت الفريسي وغسلت قدمي يسوع بشعرها وبدموعها، رب يسوع قال لها اذهبي بسلام إيمانك قد خلصت. كلمة قد شرطية ممتازة أنك أنت ما عاد عليك أي شيء، إيمانك خلصك. نعم. فالموضوع المسيحي مبني على الرجاء، على هذا الرجاء. هذا الرجاء بيقول لهم بولس الرسول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم.
إن كنا نؤمن أن المسيح مات وقام فكذلك الراقدون في المسيح سيحضرهم الله أولا. نعم. لا تحزن، فرحين بالرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. في عنا جوهرة رجاء حي مبني على قول وعمل كامل عمله الرب يسوع الصادق. لما بنعرف مين الرب يسوع وبنعرف مين شو عمل الرب يسوع ويكون عندنا معرفة فيه، كل الرجاء بيعبي قلوبنا. نحن لا نؤمن بشخص، نؤمن بيسوع الصادق والأمين اللي اختبرناه وعرفناه. عشان هيك بتلاقي الإنسان بينام بسلام، بيموت بسلام. نعم. عارف انه جاي يسوع مثل ما وعد، انا ذاهب لأعد لكم مكانا، ان مضيت وعدت لكم مكانا آتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم. آتي. نعم. فعل مضارع مستمر، يعني. نعم. لما يموت اي مؤمن ذكر استيفانوس انا ارى السماء مفتوحة وابن الانسان جالس عن يمين الآب. نعم. نتذكر مؤمنين كثيرين بعد وقت، إذا في وقت بحكي لكم عن قصص عن أشخاص بنعرفهم معرفة حقيقية عند الموت كيف واجه الموت. نعم. أسيس سليمان، أكيد الرب يطول بعمرك ويعطيك صحة. نحن تعلمنا منك واستفدنا منك اليوم، وبصلي أنه المشاهدين يكونوا فهموا أنه أي شخص طالما هو على قيد الحياة بيطلب هذا الخلاص والرحمة بيحصل عليها مجانا، ومن بعد ما يموت خلاص ما بقى في شيء بينفع. فطالما الوقت متاح أمامك الآن عزيزي المشاهد، مثل ما سمعت من الأسيس سليمان عوابدي، طالما الوقت متاح أمامك الآن بتقدر تطلب هذه الرحمة، لأنه من بعد ما تموت ما بقى حدا يقدر يطلب لك إياها. أسيس سليمان، أنا بشكرك على مشاركتك وعلى وجودك معنا، ومنشكرك على محبتك لألنا وللبرنامج. شو بتحب تقول كلمة أخيرة لأي شخص عم بيشوفنا اليوم؟ ما في أحلى منا كلمة، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. أمين. يسوع حي. نعم. يسوع قادر أن يخلص عشق الخطاة مهما كانت خطيانا في الماضي، مهما كانت حياتنا في الماضي. لحظة واحدة تقدر تأخذ الخلاص الكامل. أمين. العشار ما عمل شيء إلا قرأ على صدره اللهم ارحمني أنا الخاطئ. نعم. فالريشة عدد أعماله رب يسوع هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. نعم. نصيحتي الوقت قريب، جاي الرب يسوع المسيح عن قريب. كل العلامات اللي عم يشوفها العالم اليوم مضطرب، حروب، أخبار حروب، قنابل نووية، قنابل ذرية، كل عم تهدد العالم. نعم. ليش العالم نايمين وعندهم خلاص كامل؟ نعم. ياخذوا خلاص كامل. دعوة إلى العرس، رب يعطي. نعم. أذان سامعة وقلوب بتريد تخلص. اللي ما بيخلص جاهل، عذارة حكيمات، عذارة جاهلات. أصدقائي المشاهدين، بصلي بنهاية الحلقة أنه تكونوا استفدتوا من اللي قدمناه. بس كمان قبل ما أروح خليني أرجع أحكي شوي عن موضوع الموت، هالموت اللي كلنا بنرعب منه، هالموت اللي مثل ما كنت عم أقول خلال الحلقة أنه مش عارفين شو رح يصير بعد الموت. هو بنفس الوقت لازم يكون حافز لإلنا نستخدم هالخوف اللي عنا إياه حتى نسأل أنفسنا هذا السؤال، لأنه سؤال كتير مهم لازم كل إنسان يسأله بحياته. إذا عرفت تلاقي جواب على هذا السؤال رح تواجه الموت بطريقة مختلفة. والسؤال حكينا عنه بالحلقة أكثر من مرة، سأل نفسك، ما تنتظر حدا يسألك ولا بدك تجاوب حدا، جاوب نفسك. أنا إذا مت اليوم هل متأكد أني رايح على السما؟ إذا ما عندي هذا التأكيد أنه أنا رايح على السماء يعني في مشكلة، لأنه لابد اللي قبل يسوع المسيح أنه يكون عنده تأكيد بعد الموت أنه رايح على السماء، لأنه الرب يسوع قال الذي يؤمن بي له حياة أبدية ولن يهلك إلى الأبد. اللي بس ما أنا بآمن فيه. الإيمان شو يعني؟
لمن تصدق أنه يسوع اللي مات وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء عطاني الحياة الأبدية ببلاش وبدون أي مقابل، ولو شو ما عملت أنا ما بقدر خلص نفسي، مشان هيك أنا واثق فيه، واثق أنه لما بموت أنا رح أكون معه. إذا ما عندي هيدا الثقة يعني في مشكلة اليوم بعد ما تصلحت بيني وبينه. كيف بدي صلحها؟ أنا بقول لك بكل بساطة، مستحيل تتصلح هيدا المشكلة إلا بالتوبة. هي صحيح هدية ببلاش، بس كيف بحصل عليها؟ بدي أقول له سامحني وأطلب هذه الهدية منه، خليني ساعدك. إذا على قلبك تقول له للرب يا رب بدي أقبل هيدي الهدية، قل له بكل بساطة يا رب سامحني، أنا إنسان خاطئ، أنا جاي لعندك بتوبة، عندي خوف من الموت، بس بدي إنك أنت تعطيني تطمين بقلبي اليوم إنه إذا متت أنا رح أكون معك، أنا بحبك وبدي أعيش معك للأبد. خلصني يا رب واعطيني هذه الحياة الأبدية، وأنا بقبلها من إيدك ومصدق أنك أنت بتقدر تخلصني. أصدقائي المشاهدين، مرة جديدة بقلكم بصلي أنه تكونوا استفدتم من هذه الحلقة. وبالآخر ما بدي أنسى طبعاً أني أشكر قناة الملكوت على الجهد الكبير اللي عم يعملوه حتى ننتج هذه الحلقات، ومنشكر كمان مركز الناصري لخدمات البث والاتصالات على دعم لهذا البرنامج. حلقتنا اليوم انتهت، خلونا نختم بالترنيمة اللي كنا عم نتأمل فيها، أجهل ما سوف يأتي. بعطيكم موعد بالحلقة اللي جاية، والرب يكون معكم. أجهل ما سوف يأتي في الغد أو بعده، فالغد في علم ربي ليس خاف عنده، ليس همي ما يصير من أمور آتية، همي أن أرضي ربي في الحياة والممات. لست أدري ما يكون من حياتي في الغد، أعلم شيئا يقينا، ربي ممسك يدي. أعلم درب منير، أعلم ربي أمين، فهو لي خير رفيق، وهو لي خير معين. عن قريب سوف أمضي إلى موطن الخلود، حيث لا لست أدري ما يكون من حياتي في الغد، أعلم شيئا يقينا، ربي ممسك يدي. لست حياتي
بلاتي أجهل ما سيكون، إنما أعلم أن سيدي أب حنون، فهو يعنى بالطيور وكذا بيعتني دمه.